اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على مباشرة صرف العلاوة الدورية السنوية لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمستحقين لها ضمن راتب يناير 2018، والتي استفاد منها ما يزيد على 34 ألف موظف، وذلك بعد أمر سموه الكريم في يناير من العام الماضي باستمرار صرف هذه العلاوة. وتأتي هذه المتابعة الكريمة من سموه في سياق ما يحرص عليه سموه بدعم الموظفين وتحفيزهم على العطاء والإنجاز بما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى الازدهار في وطنهم.